خلينا نبدا. ايه هو الاسك سيرش؟ الاسك سيرش هو سيرش انجن عموما، شويه كلام انتروداكشن لطيف يعني. هو بيزد على حاجه اسمها اباتشي لوسين. الاسك سيرش بيديك انك كده تعرف تعمل ديستريبيوتد مالتي تيننت فول تكست سيرش واناليتكس انجن. هو بيشتغل في السيرش وفي الاناليتكس بيزيكلي، وممكن كمان تعمل عليه فيجواليزيشن لو دخلته مع كيبانا. دي تول برضو هم ايه الناس بتوع الاسك سيرش عاملينها برضو. هو بيشتغل بيزيكلي على ال HTTP وبيبقى جيسون، يعني ريست سيرفيس صريحه يعني، مكتوب بجافا. وهو نسبيا تقيل شويه على السيستم، فهو بيحتاج ريسورسز عشان ايه يعرف يقوم كويس معاك يعني. طيب ايه اكتر اشهر استعمالات الاستيك سيرش؟ بيزيكلي بتبقى في اللوج اناليتكس، وبتبقى في الفول تكست سيرش، وشويه ايه انتليجنس لو انت حابب بقى تدخل معاه شويه ماشين ليرنينج على شويه داتا انتليجنس على شويه فيجواليزيشن. فايه بيبقى الموضوع هنا لطيف شويه. طيب في شويه كونسبت مابينج كده ما محتاجين نبص عليها. الناس اللي شغاله داتابيز عاديه وناس تبص على الاسك سيرش. الاسك سيرش في الاخر هي نو سيكوال داتابيز يعني. فلو انت عندك خبره مع نو سيكوال مش هيبقى عندك مشكله مع الاسك سيرش. طب لو انت ما تعرفش حاجه عن نو سيكوال خالص، خليني اقول لك باختصار ان اللي هو الريليشن داتابيز يعني ماي سيكوال فور اكزامبل مثلا، هي تبقى الاسك سيرش اللي في الناحيه الثانيه يعني. فالدي بي سيرفر هو النود، والتيبل هو الاندكس، والسكيما هي المابينج، والرو هو الدوكيومنت. فانا بيبقى عندي دوكيومنت، الدوكيومنت ده واخد سكيما او واخد مابينج، الدوكيومنت ده بيتسيف في الاندكس، والاندكس ده بيبقى جوه ايه النود بتاعتي. في حاجه كزمان في حاجه في لا دي غلط، دي ديبريكيتد، دي غلط، سوري. سوري يا شباب، دي غلط، دي كانت قديمه وشلتها. في حاجه اسمها فيلد. الفيلد ده هو الايه زي الكولوم كده. فهو الفيلد بيبقى في المابنج بيزيكلي، وانت بتحدد له النوع وشوية حاجات كده. طيب في حاجه لطيفه قوي في الاستك سيرش، ان انت السكيما مش ضروريه. انت في الريليشنال داتابيزز انت لازم انت تبروفايد سكيما عشان الداتا تعرف تخش فيها، لانها هي توبيولار داتا يعني. هنا لا، هنا انت ممكن تبعت دوكيمنت عادي وهو هيقوده ديتكت السكيما لوحده. طيب في شويه ترمينولوجيز كده هنتكلم عنها باختصار. الترمينولوجيز دي هي يعني ايه كلاستر؟ كلاستر دي يعني كذا سيرفر مع بعض. النود هي السيرفر الواحد. الاندكس هو مجموعه من الدوكيومنتس فيهم سيميلاريتيز مع بعض. يعني انا ممكن اعمل اندكس مثلا برودكتس واندكس تاني يوزرز. هو في الاخر هي انتيتي او كيان او شيء انا ايه متجمعين مع بعض، وانا عايز اجمعهم في حاجه واحده. الدوكيومنت ده كانك فكر فيه، الدوكيومنت ده كانه رو في الداتا بيس تيبل يعني. كانك مثلا ايه يعني، انا ممكن مثلا لو انا عندي اندكس يوزرز، فممكن يبقى عندي دوكيومنت خاص بحاجات احمد الطويل كلها مع بعض. طيب في حاجه لطيفه قوي معموله في الاسك سيرش، حاجه اسمها الشارتس وريبليكا شارتس. الشارتس دي باختصار ان انا الاندكس الواحد ساعات كتير مش بيفل في الكابابيلتيز بتاعت الماشين بتاعتي يعني. ممكن الاندكس بتاعي كبير جدا لدرجه ان هو مش قادر يفت في الماشين اللي انا حاطه عليها الاندكس ده. انا عندي كلاستر فيه كذا نودز والاندكس مش بيفت في النود، فهو بيتقسم شاردز بقى. الشاردز دي بقى بتبقى عباره عن ايه، تقسيمه من الاندكس كده محطوطه على كذا ماشين. وهو الاستيك سيرش سمارت انف ان هو بيعرف يسيرش فيهم بسرعه جدا، وبيعمل حاجه اسمها ريبليكا شارد عشان يديك دايما هاي افيلابيلتي، وايه ويديك ايه بارلل سيرش اسرع كتير يعني. بمعنى ايه ان كل شارد بيبقى لها واحد قصادها او اتنين او على حسب العدد. انا فاكر مش فاكر كان خمسه ولا هو كان رقم كده، بس هو رقم خمسة بس انت الافيلابيلتي عالي ينفع قوي. تعدل يعني. خمسه صح؟ بس هي كانت سيتنج يعني، انت ينفع تغيرها. بالظبط. هي سيتنجز فعلا. هي كانت خمسه وبتظبطها براحتك وبيديك بقى افيلابيلتي عاليه جدا يعني. طيب الثيوري ورا الاستك سيرش ايه؟ الاستك سيرش بيستعمل حاجه اسمها انفرتد اندكس. الانفرتد اندكس ده معناه ايه؟ هو داتا ستراكشر عادي بيبقى عامل زي الهاش تيبل كده زي الماب. فهو انت بتحط فيه الكلمه، بيبقى فيه كلمه وبيقول وبيبقى قصاده الدوكيومنتس اللي فيها الكلمه دي. فانا لما في السيرش بتاعي ابعت هلو، هو هيبعت لي الدوكيوم، هو يبقى عارف ان الدوكيومنت واحد ده فيه كلمه هلو. لما ابعت حماده هو يقول لي يا خد بالك حماده موجوده في دوكيومنت واحد واثنين. في الاستك سيرش بيعمل حاجه اسمها تكست اناليسيز. التكست اناليسيز ده معناه ان انا قبل ما بعمل سيرش وقبل ما سيف الداتا محتاج اعمل عليها شويه اناليسيز. ليه؟ عشان اعرف استفيد من الانفرتد اندكس بتاعي. طيب خلينا نفهم ايه اللي بيحصل هنا. الحته دي مهمه جدا، والحته دي هي كور الاسك سيرش تقريبا. انا بعمل حاجتين، بعمل توكنايزيشن وبعمل نورماليزيشن. التوكنايزيشن هي عمليه تكسير الجمله، بمعنى انا لو عندي جمله زي هالو وورلد فروم احمد،
انا ما ينفعش اسيبها كلها على بعضها كده هالو وورد في الاحمر، انا محتاج اكسرها عشان اقدر اسيرش بالكلمات الصغيره اللي فيها. بمعنى ايه؟ هالو وورد في الاحمر، افرض انا بعت وورلد احمد، مش المفروض يطلع لي الجمله دي في الماتش بتاعه؟ المفروض يطلعها لي. هو انا لو سيفتها هالو وورلد فروم احمد ككلها على بعض حته واحده، انا لما ابعت وورلد احمد هو مش هيعرف يماتش الكلمه دي مع الكلمه دي مهما عملت، او هيبقى بقى ماتشنج هيفي قوي، يعني هيبقى بقى ايه هيفي الجوريزم، وده هيكسر لك فكره ان هو يبقى سيرش انجن عشان ما هيبقى بطيء. فبعمل اول حاجه بعمل عمليه اسمها توكنايزيشن. التوكنايزيشن دي معناها ان انا بكسر الكلام بتاعي لتوكنز اللي هي تشانكس صغيره او ايه او 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 كلام، هو في الغالب بيبقى كلمه. دي اول حاجه بعملها وببدا اعمل اناليسز على الاساس ده. العمليه دي بتحصل في الاندكسنج وفي السيرش، بمعنى نفس الاناليسز اللي بيحصل على التكست وهو رايح اندكس في الاسك سيرش، هو نفس الاناليسز اللي بيحصل على الجمله قبل ما اعمل بيها سيرش. في بقى حاجه ثانيه اسمها نورماليزيشن. ايه بقى النورماليزيشن ده؟ النورماليزيشن ده معناه ان انا بريست الكلام. يعني بمعنى ايه؟ لو انا عندي جمله زي دي، ذا كويك براون فوكس جامبس، حلو، خلينا ناخدها تاني، ذا كويك براون فوكس جامبس. دلوقتي هو مش كويك كده، هي نفسها كويك كده، فانا عايز لما ابعت واحده كابيتال او سمول يماتش الاثنين مع بعض نفس المعنى اللي هو بينط سينمان. فانا بستعمل الاناليسيس بتاعي بتاع الاستك سيرش قبل ما سايب الكلام عشان اقدر اوصل لاصول الكلام. فانا ممكن مثلا في طبعا اناليزرز كتير قوي، بس البيزكس اناليزر بيعمل ايه؟ ان هو هيزيف كويك دي ككويك لور كيس، فوكسز هيرجعها كفوكس يعني اي حاجه جمع هيخليها مفرد، ولو انا قدرت اديله سينونيمز هيستعملها هي كمان. يعني جامب وليب انا ممكن اديها له بدايه اقول له ده خد بالك الكلمتين دول سينونيمز لبعض، فهو اي كلمه فيها ليب او جامب هيماتشهم مع بعض. لو بصينا هنا مثلا في جوجل عملنا الاستك سيرش انالايزرز، هنلاقي في حاجات كتير قوي. ده في حاجات للعربي، في حاجات للهندي، في حاجات للصيني، في كل حاجه. في حاجه اسمها بيلت ان انالايزرز، وفي حاجه اسمها انالايزرز انت ممكن تعملها انت. يعني الستاندرد انالايزر، في حاجه اسمها سمبل انالايزر، وايت سبيس انالايزر، ستوب انالايزر، كيورد انالايزر، في حاجات كتير قوي. الستاندرد ده في موست بروبلي اغلب الحاجات اللي هتحتاجها. يعني هو هنا مثلا الستاندرد في حد ذاته ما بيشيلش زي، بس هو بيلور كيس وبيشيل اللي هي المسافات اللي زي دي وبيسيب كل حاجه زي ما هي. تمام، هنا في الاكزامبل ده هو عمل كاستم انالايزر اسمه ماي انجلش انالايزر، وعمل حاجه كده ان هو بيشيل الستوب ووردز. يعني فهو من الاخر شال زي، لو شايفين التكست اللي راح ده تكست اللي راح، التكست اللي رجع بقى ايه؟ بقى تو كويك براون فوكس جامب دي اتشالت ليه؟ لان هو شال جامبت وفصلها عن الدي، هو خد جامب لوحدها. اوفر ليزي دوجز بونز وهكذا. ممكن طبعا اشيل الابوستروف، ممكن اعمل كل حاجه، هي كل حاجه بتتعمل. تمام، انت عندك كومبينيشن بيها اي حاجه، اهم حاجه بس تبقى فاهم السيري. لو فهمت السيري هتظبط معاك. الاستك سيرش بيستعمل اي بي اي، ريست اي بي اي، فهو عنده كونفنشن صغير كده هنبص عليه. الكونفنشن ده هو عنده ثلاث انواع من الاي بي ايز، سوري خمس انواع. عنده حاجات خاصه بالدوكيومنت، الدوكيومنت اس دوكيومنت. يعني انا عندي مثلا دوكيومنت اي دي مثلا خمسة في الداتا بتاعت احمد الطويل، في اي بي ايز خاصه بالدوكيومنت ده، وفي اي بي ايز خاصه بالسيرش، في اي بي ايز خاصه بالاجريجيشن، في اي بي ايز خاصه بالاندكس نفسه، وفي اي بي ايز خاصه بالكلاستر. بمعنى ايه؟ لو انت فاكر في الداتابيز، الريليشنال داتابيز عاديه، انت ممكن تعمل اوبريشن على مستوى الداتابيز، ممكن تعمل اوبريشن على مستوى التيبل، ممكن تعمل اوبريشن على مستوى الدي بي ام اس كله من الكونسول مش شيل، صح؟ انت برضه عندك اي بي ايز بتكلم الكلاستر حتى كله على بعض. طيب دي اكزامبلز كده بسيطه ممكن نبص عليها. يعني انت بتبعت طبعا الحاجات دي كلها طبعا بريفكسد باليو ار ال، يعني الحاجات دي يعني الجد يعني اللي قبل الداش ده يو ار ال، اليو ار بتاعك ده الباص، يعني ده الفاينل باص. فانت لو عايز تبص مثلا على حاجه لها علاقه بالكلاستر هيلث ممكن تستعمل سلاش كات اللي هو كلاستر تقريبا واندرسكور هيلث. انا مش عارف كات دي اختصار ايه، بس هي كات دي مشهوره قوي هناك يعني. بس بيزيكلي بتعمل لك اوبريشن على مستوى الكلاستر كله. لو انت عايز تلست النودز فبتستعمل كاتس وتحط بعدها نودز سلاش في دي اللي هو علامه استفهام في دي بريتي، يعني خليه بريتي شويه او خليك فيربوس بيزيكلي. تمام، يعني لو خدت ده كده او اكشلي لو جيت هنا وعملت جيت سلاش كات
سلاش انديسيز هيجي لي حاجه بالمنظر ده، مش ريدابل خالص بالنسبه لي تمام. لكن انت لو خليته في هيبقى فيربس، فالفيربس ده هيبدا قلت لك بقى الكولومز نفسها معناها ايه. نكمل. في هنا حاجات خاصه بالاندكس نفسه. هنا لما باجي كريت اندكس ببعت بوت ريكوست باسم الاندكس، يعني انا عايز كريت اندكس اسمه كاستمرز، فانا هبعت بوت ريكوست على سلاش كاستمرز كده، هو كريت لي واحد. برضه نفس الحوار، لو انا عايز اضيف دوكيمنت باي دي واحد، فببعت برضه دوكيمنت بالمنظر ده. طب خلينا ناخد ده بايدينا، يعني هيبقى احسن كتير. لو انا عايز كريت اندكس جديد هسميه مثلا حماده مثلا، فانا هعمل بوت حماده، هو كده قال لي اكنولوجي ترو وبعت لي اندكس اسمه حماده تمام. فانا دلوقتي عندي اندكس اسمه حماده، خليني احط دوكيومنت باسم الاسم فيه حماده والايه والتايتل والسن 25 سنه مثلا. فانا اقول له بوت برضو فحماده سلاش واحد مثلا، ادي له اي دي واحد وبعت لي هنا معاه النيم احمد مثلا والايدج مثلا بتاعي 26 سنه تمام. استعمل بوست تمام. هو ده بيقول لي هنا ديبريكيشن اند بوينت نسيت. استعمل دوك تمام. ماشي. هو في ديبريكيشن الموضوع ده، هو عملها كريتها بس في ديبريكيشن، فالمفروض استعمل حاجه زي كده. تمام. خلينا نكريت واحد تاني باسم محمد وعنده 30 سنه. خلينا نبص على حاجه مهمه قوي في الريسبونس اللي راجع ده. بس الاول خليني بس اي اجيت حماده سلاش دوكس تقريبا. لو عملت كده هيرجع كل حاجه؟ لا مش هيرجع كل حاجه، انا عايز اخليه ماتش اول. ماشي ما تركزش انا بعمله دلوقتي، ده هشرحه بعدين. بس انا كل اللي بعمله بماتش اول، يعني كاني عملت سيلكت استرسك تمام. ده بيزيكلي ده النورمال ريسبونس بتاعك لما بتعمل سيرش، بيبقى فيه حاجتين. ده الدوكيمنت بتاعك اهو، الهيت دي اللي هي الدوكيمنت بتاعك، يعني الجزء ده الدوكيمنت بتاعك ده بالظبط، ده سيرش ريزلت. في شويه معلومات في الاول يقول لك هو خد كام ملي ثانيه، هو دور في كام شوردز، هل تايم اوت ولا لا كده، يعني الحاجات دي كلها. الماكس سكور بتاعك كان كام؟ طيب هو هنا الهيت الواحده الدوكيمنت الواحد بيجي لك فيه شويه معلومات لطيفه، زي مثلا ايه الاي دي بتاعه، التايب 1. التايب 1 ده المفروض ديبريكيتد، انا مش عارف لسه موجود ليه بصراحه، يعني الحته دي المفروض ديبريكيتد. اسمعني هنا، الاندكس حماده والاي دي هو عمل يو اي دي، احنا ممكن نديفاين اي دي بنفسنا هنا. خلينا نعملها ازاي، بعمل له بالمنظر ده. يعني انا لو جيت هنا اديت له مثلا، وانا لما عملته مثلا ما عملش معايا ايه؟ 2 فيرجن 2 اي دي 2 تمام. خلينا بقى نرجع تاني. اللي عندي الاندكس بتاعي، الاندكس بتاعي اسمه حماده. في حاجه اسمها طيب، مش عايز اتجنب بيها لانها هم المفروض شالوها، انا مش عارف هي لسه موجوده ليه. يمكن السيتنجز باي ديفولت انها معمول باكورد كومباتيبلتي، بس التايبس دي اتلغت تقريبا. فيها ديبريكيشن. الاي دي بتاعي اهو اللي انا حطيته، والسكور ماتشنج سكور بتاعي. السورسز دي، السورس دي اللي هي الفيلدز اللي المفروض تماتش. هنا الفيلد اسمه نيم اسمه محمد والايدج 30. طيب اللي بعده نفس الحوار وهكذا. في بقى حاجه لطيفه قوي هنا اسمها بقى ايه، ان انا لو عملت ابديت للدوكيمنت ده في حاجه اسمها فيرجنز. يعني دلوقتي لو جيت مثلا الابديت، ان انا مثلا هاجي هنا على 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 على, على, على الـ هبعت تاني نفس البوست على 2 وهخلي محمد ده ب 33 وهبعت كده، فهو معناه شايف الفيرجن، شايفين الفيرجن دي؟ الفيرجن دي معناه ان هو ده فيرجن 2 من الدوكيمنت ده مش فيرجن 1، والريزلت ابديتد ما بيحذفش. ف لو جينا هنا هنلاقي ان التايب الاي دي 2 هو غيرها 33 اهي، بس انت تبقى عارف ان الدوكيمنت ده نفسه بحد ذاته معمول له ديبريكيشن. خلينا احنا بقى ايه نجيت الدوكيمنت نفسه، يعني انا عايز اجيت الدوكيمنت نفسه. يعني كانت بتيجي ازاي؟ ماشي، جيت باي دي على طول تمام. فانا ممكن اقول له مثلا جيت حماده اللي هو الدوكيمنت الاندكس بتاعي، واقول له مثلا الاي دي بتاعي مثلا هنا كان 2 وابعت
ممكن ابعتها دوك مثلا كده مثلا بالظبط هو ده. هتلاقي هنا حماده والدوك التايب دوك والاي دي 2 والكلام ده كله والفيرجن 2 اهي، واخد بالك من الفيرجن 2 دي؟ يعني دي تاني فيرجن ليه. فاوند ترو معناه ان انا لقيته، وايه والسورسز الفيلدز بتاعته تمام؟ طيب لو انا عايز امسح دوكيمنت ادي ببعت ديليت ريكويست على الاي دي، فانا ممكن اجي هنا واقلب دي ديليت. انا كده ايه همسح الدوكيمنت ده. هو كده بيقول لي ديليتد الريزلت ديليتد، فانا لو جيت عملت سيرش اول اللي هي هات لي كل حاجه مش هلاقيه، اتشال من تحت اهو. محمد مش موجود، محمد اللي هو 33 سنه ده مش موجود تمام. دول كانوا 3 بقوا 2. طيب ايه تاني؟ الكات اللي هو الكات ده انا بعرف اعمل بيه اوبريشن اللي هو الكوماند اللي اسمه كات. يعني خلينا بقى نشيل كل ده تاني، ده مش هتين لازمه. طيب انا ممكن امسح الدوكيمنت الاندكس كله على بعضه، بحيث ان انا بقى برضه ديليت على اسم الاندكس على طول، هيقوم ايه اعمله ديليت، تلاقي اكنولج ديليت. فانا لما اجي هنا اشوف الليست الاندسيز بتاعتي مش هلاقي اللي اسمه حماده، مش موجود تمام. طيب هو 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 الاي بي اي كونفيجن بتاعه هو ريست، يعني ريست بحت ومنطقي جدا. يعني مش هتحس فيه ان هو ملعبك، هو اي بي اي منطقيه بحته جدا. طيب انا عايز اركز شويه على اللي هو الكات ده، لان الكات ده فيه تفاصيل كتير قوي. الكات ده بيديك معلومات كتيره قوي عن كل حاجه تقريبا. فانا لما لو بعت جيت على كات فاضي على اندرسكور كات فاضي، هلاقي هو بي اوتو كومبليت ليا حاجات كتير قوي. هو يعني في كميه معلومات هنا غير عاديه. ممكن يجيب لك معلومات عن الشارتس، عن التاسكس، عن النودز، عن الانديسيز، عن السيجمنتس، عن الكاونت، عن كل حاجه تقريبا، عن الهيلث. خلينا نشوف مثلا الهيلث مثلا ده. لو بعت كده مثلا هتلاقي معلومه زي كده. انا اقوم اعمله ايه، اديله بارامتر في عشان يبقى في فيورمس، واقول لك مثلا ايه شويه معلومات كده عن الهيلث، عن الكلاستر هيلث بتاعتك. فهو الكاد ده هيشتغل معاك على الكلاستر ليفل بطريقه تحفه. يعني لما تحب تتربل شوت مشكله، انت في الغالب اول حاجه بتبص عليها هو الكاد ده. هات لي بقى الانديسيز دي اخبارها ايه، هات لي الهيلث بتاعتي عامله ازاي، الحاجات بتتابع لبعضها صح ولا لا، هتلاقي كل ده في الكاد. طيب نرجع تاني، ده كده الاي بي اي كونفنشن بتاعنا ده. هنبدا نتكلم في الديمو شويه. طيب خلينا نبدا. اللي عملته ايه بقى، انا عشان اقوم الدنيا عندي، فانا رحت رايح على جايب دوكر كومبوز فايل عادي جدا، مقوم فيه اتنين سيرفيسز، سيرفيس اسمها الاستك سيرش. الاستك سيرش ده هو السيرفيس اللي مسؤوله عن السيرش نفسه تمام. طيب الداشبورد اللي انت شفتوها دي الجميله دي اسمها حاجه اسمها كيبانا. كيبانا ده برودكت برضو اليك ستاك، بتوع الناس بتوع اليك كومباني هم اللي عاملينه، برضو بيساعدك في الفيجواليزيشن. فانا مقوم الكونتينر، مقوم الكومبوز ده، مش عامل اي حاجه ثانيه. طيب بعد كده انا عملت كوماند تاني، انا كنت عايز ابوت ستراب داتا. يعني انا دلوقتي انا هقوم الكلاستر ده فاضي، فانا كنت عايز ابوت ستراب شويه داتا. نزلت فايل اسمه accounts.json. accounts.json ده عليه اكونت فيك كده، كاني في بنك، كاني في يعني ايه يوزر فيرست نيم ولاست نيم وبالانس وشويه حاجات كده لطيفه وستيت وكده. وعملت له اندكس عن طريق حاجه اسمها بالك اندكس. في اي بي اي، في اند بوينت هنا، يعني في اند بوينت هنا اسمها، خلينا نشرح الكوماند اللي انا بعته ده عشان نشوف هو عمل ايه. هو كل اللي عملته انا عملت كيرل، يعني عملت برضو كل ريست اي بي اي، يعني عملت حاجه ثانيه. فبس الفكره ان انا عملت ايه بقى، خلينا نمسح ده كله. انا هنا عملت كيرل عادي جدا بوست على اند بوينت بتاعت 9 لما الكومبوز قام، على هعمل اندكس جديد اسمه بانك، الاندكس بتاعي اسمه بانك، والاندرسكور بالك دي بتعمل لك بالك اندكس، يعني كاني بس ببعت بالك اندكس. وبعته الفايل، يعني الباينري داتا، وبعته الفايل اللي هو الاكونتس دوت جيسون. هتلاقي ده دوت جيسون المفروض، يعني لا هو موجود اهو، بس هو كان مستخبي تحت، كان اسمها كده الناس تشوفها تحت بالظبط. عملت له اكونت دوت جيسون، يعني خد الفايل اللي انا نزلته ده واعمله ده الفايل بتاعي اللي انا بعته. هو فايل فيه داتا كتير، يعني هتلاقي فيه اكونت نمبر، هتلاقي فيه بالانس، فيرست نيم، لاست نيم، ايج، جندر، ادرس، امبلوير، ايميل، سيتي، ستيت. هو الفايل ده موجود على الاليستيك دوكيومنتيشن في التوتوريال، يعني هو عامل لك 1000 ريكورد عشان تجرب فيهم براحتك تمام. فانا كل عملته بالك اندكس، ما عملتش اي حاجه يعني. فانا كده عندي اندكس جاهز اقدر اشتغل عليه. فلو بصينا هنا مثلا عملنا ايه في اند بوينت اسمها اندرسكور كاونت. اندرسكور كاونت ده بترجع لك عدد الدوكيومنتس اللي في الاندكس. فانا لما ابعت لما كول الاند بوينت دي، ف
فهو يقول لي ايه كاونت 10000، فانا عندي 1000 دوكيمنت. طبعا هي ميزه الديف تول دي، يعني انا هنا لو انا خرجت هنا على الهوم سكرين الهوم بيج دي، دي ده كيبانه، ده منظر كيبانه. انا بنزل تحت هنا حاجه اسمها الكونسول، الكونسول ده مثل انه فيه الحاجات دي كلها بقى تمام. في 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 اللي هو انتراكتيف، انتراكتيف تول دي، الانتراكتيف تول دي انا لما بكتب فيها هو بيساعدني شويه. طبعا الحاجات دي كلها ممكن تبقى كيرلات، يعني ممكن اخد الحاجات دي كلها اسكر ريكورست او بوستمان واعيش حياتي. انا بستسهل الديف تول لانها بتبقى فعلا اسهل وبتعمل لك اوتو كومبليت واسهل وفي حاجات كتير كده تمام، وبتعمل لك اوتو كومبليت على الفيلدز كمان، يعني هو بينترسبت ال... بينترسبت الاندكس ويجيب لك الفيلدز ويعمل لك اوتو كومبليت وكده يعني. تمام، يعني انا مثلا من ضمن امثلته لو عملت له جيت مثلا هنا هتلاقي مثلا عمل لك اوتو كومبليت جيت، بعد كده اقول له بانك، هو عارف ان انا في اندكس عندي اسمه بانك، طلعه لك اول واحد. واعمل مثلا كاونت هتلاقي مثلا ايه عمل لك اوتو كومبليت للكاونت اند بوينت، بعد كده ايه في زرار ابعت تمام. فدي ده كده كانه اي بي اي لوحده، وصلت؟ ممكن اكوبي اس سي ار ال اسكرله، هتلاقي مثلا هنا هو عمل لي كوبي مثلا للداك كيرل كده كوبي اس سي ار ال. فانا لو جيت هنا هلاقيه موجود اهو كيرل اكس جيت على الـ على الباص ده على بانك على سلاش كاونت. طب هو ليه الاسك سيرش مش لوكال هوست؟ لان ده جوه كونتينر مش بره كونتينر، فهو بيتكلم بيكلم النتورك الداخليه تمام، لكن ده كان بره الكونتينر، ده من من الشيل بتاعتي انا، وصلت؟ طيب فاول اند بوينت عندي اول حاجه بعملها ان انا عايز اعد، فبعد ازاي بسلاش اندرسكور كاونت، هو هنا بيقول لي ما جاك العدد. طيب إيه لو انا عايز اجيب المابنج، المابنج ده يعني السكيما. في الاستك سيرش في ميزه لطيفه جدا ان انت ممكن زي ما قلنا في الاول ان انت ممكن ما تديفاينش سكيما، هو هيقوتو ديتكت السكيما. فانا لو عملت كده هو هتلاقي مثلا هو عامل اوتو ديتكت السكيما بيزد على الدوكيومنتس اللي انا بعتها، فهو هيعمل لك اندكس اسمه بانك في مابينج، المابينج اهو المابينج ده فيه بروبرتيز، البروبرتيز دي عامله زي الكولوم كده في الداتابيز. فالكولوم ده مثلا في عندك اكونت نمبر نوعه لونج، الادرس تايب تكست، والفيلد كيورد تايب كيورد. كيورد ده معناه ان هو بيسيفه بطريقتين، طريقه زي ما هو وطريقه يعمل عليها اناليسيس. يعني لو بصينا هنا تايب كيورد تلاقيه بيزيكلي بيقول لك مثلا بيبقى لطيف قوي لما تيجي تسيف حاجات زي ايميل ادرس وهوست نيم والستاتس كود والحاجات دي كلها، لانه بيزيفها زي ما هي as it is، زي مثلا ايه status وببلشد. مش كل حاجه بتحتاج فيها حاجه زي كده يعني، يعني انت عندك تاجز هتحتاج كيورد انت مش عايز يعمل عليها اناليسيس، او ممكن يسيفها بالطريقتين، يعمل اناليسيس عادي وممكن يسيفها زي ما هي ككيورد. فانت لما تعمل فلتر بالتاج هو يجيب لك الفلتر الدايركت على طول. طيب هو هو من ضمن عيوب الاوتوماتيك مابنج ان هو بيعمل كيورد على كل حاجه حتى لو هي مش محتاجه كيورد تمام. فانت دايما بيفضل لو انت عارف الاستراكشر بتاع الداتا بتاعتك كويس جدا وعارف ان هو مش هتغير ان انت تكتب المابنج بايدك، تاخد المابنج ده تبقى عامله بايدك، تبقى انت معرف له الفيلدز هتجي لك، انت هيجي لك فيلد اسمه ادرس التايب بتاعه تكست، والفيلد اسمه ايج التايب بتاعه لونج، وهكذا. طبعا هو كتابته مش صعبه يعني، انت بتعرف الاندكس فوق والمابينج والبروبرتيز وتبدا تسمي تليست بقى البروبرتيز بتاعتك اسوجيشن اوبجكت، كل 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 فيلد كاسوجيشن اوبجكت وبعد كده نوعه بقى تمام، وبتبعته للاندكس. بتبعته للاندكس ازاي؟ عن طريق بوست. يعني انا لو بعت بوست بوت ولا بوست مش فاكر، هي يا بوت يا بوست يعني، على نفس الباص ده، نفس الباص اللي عملت عليه جيت مابينج هو نفس الباص اللي عملت عليه بوت مابينج وبعت ده كجيسون في البادي، هو هيطبق المابينج ده عليه، هيوفرايد السكيما اللي موجود تمام. طيب خلينا نجربها، احنا هناخد ده مثلا كله كوبي مثلا، نيجي هنا ننضفه شويه خلينا نشيل كل كل الكي ووردز دي مثلا. لو عملت له هنا بوست على مابينج وبعت له ده في البادي كده، هو المفروض هيروح يابديت المابينج بتاعته، بوت مش بوست. ايه بقى؟ ايه زعلان ليه؟ في داتا صح، في داتا. طب خلينا نعمل اندكس جديد اسمه بنك واحد، نعمل مثلا ايه بوست بنك واحد تمام.
فده هيكريت لي بنك جديد. الكريت ببوت، بوت اندكس جديد، ادي عملنا بوت، هو كده كريت اندكس جديد ببوت. الكريشن احفظه معايا، بكريت اندكس ببوت مش ببوست. تمام. تمام. غريبة شوية. بعد كده باجي، هو عندهم كونفشن كده غريب اصلا، فكره ان الجيت بياخد بادي، يعني انت واخد بالك ان الجيت هنا بياخد بادي؟ بس هي على فكره هي ستريت، يعني انت لو فهمت اللوجيك هي منطقي، هتلاقي كل حاجه ماشيه معاك بالمنطق بقى لو عارف، لو فهمت منطقه. تمام. خلينا نحط المابنج ده عليه. دي بقى بوست ولا بوت بقى، انا مش فاكر. في حاجه هنا غلط، يشيل دي، يشيل دي بس بعد كده. تمام، اكنولج كده ترو. تمام. لو عملت هنا بقى جيت مابنج على بانك 1، بانك 1 سلاش مابنج، هتلاقي المابنج اللي انا بعته. تمام. انت كده عرفت السكيما بتاعتك. في برضو واحده تانية للسيتنجز، نفس الحوار، لو انت عايز برضو تعمل في سيتنجز ممكن تلعب في سيتنجز نفس الفكره. ادي شويه سيتنجز خاصه بالاندكس بتاعك، ده ممكن تلعب في سيتنجز دي كمان لو انت عايز تغير في نمبر اوف شارز، نمبر اوف ريبليكا. طبعا عشان ده لوكال فانا في حاجات كلها وحيد كده يعني. تمام. في حاجه اسمها بروفايدد نيم، يعني حاجات لطيفه يعني. عموما يعني خلينا ايه نقفل ده على هنا، ودي كده تبقى الجزء الخاص بالايه بالكونفيجريشنز بتاعتك في الغالب يعني. خلينا نخش في السيرش، والجزء الخاص بالسيرش ده فيه شويه تفاصيل لطيفه هنتكلم فيها وكده هيبقى خلصنا. هي سيشن مش كبيره قوي. طيب اول حاجه في السيرش ان انا ببعت على اند بوينت اسمها اندرسكور سيرش، يعني بحط اسم الاندكس اندرسكور سيرش. حلو. السيرش عندي فيه نوعين، في حاجه اسمها ماتش، وفي حاجه اسمها يعني في حاجه اسمها تيرم، وفي حاجه اسمها فلتر، هنجي لهم بعدين بس خلينا بس نفهم دلوقتي اول حاجه. انا اول انواع الكويريز اللي عندي حاجه اسمها ماتش اول، هو ماتش لي كل حاجه. فانا ببعت في الجيت بتاعي على السيرش حاجتين، اول حاجه النوع الكويري بتاعي، واي حاجه تانية عايز ابعتها سواء صورت بقى او فلتر او اي حاجه. فالكويري بتاعتي كويري ماتش، فانا بقول ماتش اول، ماتش لي كل حاجه، يعني ماتش لي فاضي، ماتش اول. ماتش اول دي بترجع كل حاجه بدون مبالغه، كل حاجه هي رجعت كل حاجه حرفيا، بس هي بتليمت الريزلت اللي في اول سكرين على 10. يعني انت هو مش هرجع لك ال 1000 ريزلت في اول ريكوست، هو بيرجع لك 10 10. فانت بتستعمل بقى حاجه اسمها الفروم والسايز عشان تغير الموضوع ده. يعني في حاجه هنا اسمها فروم، وفي حاجه اسمها هنا اسمها سايز. عارفين الباجينيشن بتاع داتابيز؟ ايوه، الاوفسيت وال الاوفسيت بالظبط والليمت. هنا بقى في حاجه اسمها فروم وسايز بالظبط. انا هنا مرجع 10، لو شغلت كده هيرجع لي 20 بدل 10، هتلاقي عدد الريزلتس بتاعتك هنا 20. لو عدناهم هنلاقيهم 20. نكمل كلامنا. دي اول نوع اسمه الماتش اول، الكويري ببعت في الجيسون بتاعي، ببعت حاجه اسمها ببعت كي اسمه كويري جواه ماتش اول، وممكن هنا اعمل سورت مثلا. السورتنج بتاعي هنا بيبقى عباره عن ايه، عن لسته جواها اوبجكت، الاوبجكت الواحد فيه الفيلد. هو غبي شويه في النستنج بتاع الجيسون بتاعه، يعني هو النستنج بتاع الجيسون غبي شويه، بس انت فهمته الموضوع مش هيبقى صعب معاك خالص. فانا بلست بالاكونت نمبر ديسندنج، فهتلاقي اول واحد هنا اكبر اكونت نمبر اللي هو 999، وكل ما بتنزل بتلاقي الاكونت نمبر بيقل. واخد بالك؟ اكونت نمبر اهو، اكونت نمبر اهو. طيب دي اول نوع من انواع السيرش بتاعي، اللي هو هات لي كل حاجه وخلاص، انا اللي هو انا داخله خلاص. النوع الثاني انا بعمل ماتشنج اكشلي، انا عايز الراجل اللي اسمه اول اسم بتاعه دورسي، او الست اللي اول اسم ليها دورسي. تمام. اللي هو الكويري دي، اللي هو كويري بس ماتش، بدل ماتش اول ماتش، وبديله الترم ماتش لي فيرست نيم دورسي. في حاجه لطيفه قوي في الاسك سيرش اسمها سورس. السورس ده بختار الفيلدز اللي ترجع، يعني انا عايز الفيرست نيم والاست نيم بس، مش عايز بقيه المعلومات. سيلكت، لما اعمل كده هيرجع لي الفيرست نيم والاست نيم بس لواحده اسمها دورسي، اللي هي الوحيده اللي في السيستم. النوع الثالث حاجه اسمها ماتش فريز، بيماتش جمله، يعني انا عايزه ماتش لي الجمله دي زي ما هي في العنوان. هنلاقي ان فعلا في عندي ريزلتس واحد العنوان بتاعه في الجمله دي، اللي هي ميل لين دي 198 ميل لين او مايل لين ايا كان، هو ماتش الجمله كلها على بعضها. تمام.
طيب النوع الرابع بتاعي ان انا عايز اعمل كذا او كذا اوبريشن في بعض، يعني انا عايز اعمل كويري بتعمل لي كذا حاجه. ففي حاجه اسمها بوليان اكسبريشن. البوليان اكسبريشن ده ان انا بحط بول كده، يعني بدل كويري ماتش بعمل كويري بول، والبول دي بقى بحط بقى شويه كونديشنز عندي، زي مثلا ماست نوت زي دي، شود نوت، وهكذا. يعني انا بحط بقى كذا حاجه انا عايز احطها براحتي، وبقول له بقى جواها مثلا يعني عايزه ماست الايج جي ماتش 40، بس انا مش عايز اللي في ستيت اللي اسمها اي دي. لو عملت كده هيجيب لي الناس اللي الايج بتاعها 40 كلهم، تلاقي كلهم 40، بس هو الواحد فيهم هتلاقيه في الستيت اللي هي الكود بتاعها اي دي. في حاجه بقى اسمها شود دي، يعني مثلا اور مثلا شود، يعني في حاجه ممكن اقوله هنا مثلا ايه، وشود ممكن اقول له جواها ماتش البالانس، مش البالانس مثلا، هات لي البالانس ده، البالانس الرقم ده. هو هيحاول يجيب لك البالانسز اللي هي واخده الرقم ده، طلعه لك اول واحد، بس هو اور، يعني هو ما وقفش السيرش، يعني واخد بالك جاب لك حاجات تانيه. طب لو قلت دي ماست، لو انت لازم ماست بقى، تمام خد بالك انا هو اعترض لان انا عندي ماست فوق، ما ينفعش اتنين ماست، ادخل دي جوه دي. فانا ممكن اخد الماتش زي ما هي كده تاني، اطلعها كده واشيل الماست دي وادخلها هنا كده بالمنظر ده. هتلاقي رجعك واحده بس، لان هو كله انت، تمام. هتلاقي دي الريزلت الوحيده اللي بيماتش عليها الثلاثه كونديشنز دول، شود اور ماست اند، تمام. تمام اعرفها كده، شود يعني اور، ماست يعني اند، وبحط الماتش الكونديشن بتاع او الماتش بتاعتي جواه. في حاجه اسمها فلتر. الفرق بقى بين الماتش والفلتر ايه بقى؟ يعني دي ماتش هنا، يعني شايف في بول، في هنا ماتش، دي ماست ماتش اور، يعني هو بيقول له هات لي كل حاجه، تمام. بعد كده قال هنا فلتر. فكره فلتر دي ان هو بيكسكلود من اللي جت، من الداتا اللي جت، يعني هو مش بيجيب، مش بيطبق ده في الاول. يعني هو اول حاجه بيعملها ان هو بيماتش اول، يعني دي اول حاجه هو عملها ان هو ماتش اول. بعد كده الداتا اللي رجعت من ماتش اول هو عمل عليها فلتر. فاهم اللقطه؟ الفرق بين هنا، بين فلتر دي وبين الاثنين دول مع بعض، ان الكويري راحت الكويري اللي راحت بالثلاثة conditions. اللي حصل هنا ان الكويري اللي راحت قالت له شوف لي كل حاجة الاول، بعد ما شاف كل حاجة قال له لا فلتر لي منهم بقى كذا. فاهم اللقطة؟ يعني دي اتخذت كلها على بعضها، دي حصل هنا sequence operations. عارف زي ايه؟ زي السب كويري في الداتابيس كده. فهو هنا عمل فلتر بحاجه اسمها رينج. رينج ده كي وورد فلاسكي، يعني دي ستاندرد فلاسكي، واختار الفيلد اسمه بالانس، وقال له اكبر من ايكوال 20000 اصغر من ايكوال 30000 وبعتها. فهو جاب له كل الدوكيومنتس، بعد كده عمل عليها فلتر، جاب الحاجات للبالانس فيها من 20 30000 بس. وصلت؟ هو ده هو كونفنشن، ما فيهوش تفاصيل كتير يعني. بس نفس الحوار هنا في سيرش. لا هو هنا دي اجريجيشن. طب احنا كده خلصنا الجزء بتاع ايه الفكره ان انا اسيرش بس، يعني حد عنده؟ طيب اللي بعده، الجزء اللي بعده حاجه خاصه بالاجريجيشنز. الاجريجيشنز في انواع منها كتير في الاسك سيرش، بس يعني الموست يوزد باكيتنج. الباكيتنج ده معناه ايه؟ ان انا بباكيت الريزلت اللي راجعه. حد عارف لما بيبقى عندك في اي كوميرس ويب سايت، لما تقف في الجنب بيقول لك مثلا في عدد البرودكتس اللي في الكاتيجوري ده، بيقول مثلا في رقم كده لك عدد البرودكتس اللي مثلا اللي البراند بتاعها ابل مش عارف 50، وعلى البرودكتس اللي البراند بتاعها سامسونج مش عارف 20، وهكذا. ده بيحصل عن طريق الباكيتنج، ان هو بيعمل باكيتنج للريزلت. الاجريجيشن يعني بالظبط، الاجريجيشنز بالظبط. فهو بيحصل ايه؟ ان انا مثلا بقول له انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اباكيت بالستيت. فانا هعمل ايه؟ انا بقول له كي وورد اجريجيشن، واديله الاسم بتاعي، يعني ده اسم انا مختاره جروب باي ستيت. يعني انا ممكن اديله هنا حماده، ده اسم انا مختاره، وبقول له الترم الفيلد بتاعك ستيت دوت كيورد. دوت كيورد ليه؟ هات لي الكيورد زي ما هي. فاكرين ان انا عايزها زي ما هي، زي التاجز كده، انا عايزها زي ما هي. كاني بستعمل تاج، والستيت هي كود في الاخر، هو الستيت كود. فانا لما اعمل ده هتلاقي عمل لك باكيتنج بقى. هو عمل لك هنا باكيت، ادي اول باكيت فيك اهي، ان هو
فين هتلاقي الاجريجيشن، هتلاقي فيه الهيتس جت برضو شيلها، هتلاقي في حاجه هنا اجريجيشن. الاجريجيشنز دي بقى هتلاقيها حاجه اسمها جروب باي ستيت اللي انت مسميها له، اللي انت مسميها له، ويقول لك عدد الدوكيومنتس اللي هو لقاها وعمل باكيتنج بالمنظر ده. الحاجات اللي واخده كود تاكسس خدت 30 عنده 30 واحده، الحاجات اللي واخده كود ام دي 28 واحده، الحاجات اللي واخده كود اي دي 72 واحده، وهكذا. فانت بتعرف تفتش الداتا دي معاك وتظهر الكاونت اللي في الجنب بقى براحتك بقى. طب فلنفترض ان انا عايز اظهر شويه تفاصيل زياده بقى، زي مثلا انا عايز اظهر في كل دوكيمنت من دول كده، عايز اظهر بقى ايه الافريج بتاع البالانسز ومجموع البالانسز كلها. انا بعمل اناليتكس بقى، يعني انا عايز بقى ايه ابقى بزنس انتليجنت وعايز اخد نوليدج عن الحسابات اللي عندي. فانا عايز الافريج، وعايز الافريج بالانس، وعايز السم بتاع كل البالانس، وعايز الاسم والبالانس بتاع كل واحد جوه الباكت ده. فاهم قصدي؟ يعني الباكت دي فيها 27 واحده، انا عايز 27 سب دوكيمنت للدوكيمنت ده فيهم الاسم والبالانس، الاسم والبالانس، الاسم والبالانس. فانا عملت ايه، انا عملت عادي اجريجيشن عادي خالص، جروب باي ستيت اللي كنت عاملها فوق. بس الفكره انا حطيت حاجه اسمها اجريجيشن زياده، زي بتحط اجريجيشن زي، انا عايز جوه الاجريجيشن اجريجيشن، وبقول له بقى ايه هات لي بقى الافريج بالانس. في كيو، في فانكشن عنده اسمها افريج، وبديله الفيلد بتاعتي البالانس اهو، بقول له هات لي توتال بالانس، الفانكشن بتاعي اسمه صم، وبديله البالانس بتاعي. يعني ده انا اللي مسميه، ده الكي وورد بتاعته هو، والاستراكشر كده، يعني الكونفشن اللي انا عاملها بالمنظر ده، وده الفيلد، يعني ده انا اللي مسميه، ده الفانكشن بتاعته الافريج اسم الفيلد، انا اللي مسميه الفانكشن بتاعته اسم الفيلد. دي بقى توب اكاونتس انا اللي مسميها، فانا جوه توب اكاونتس دي انا اللي مسميها. انا بقى عايز احط فيلدز جوه، يعني انا لو خلينا الاول نجرب من غير توب اكاونتس، خلينا بس نجرب كده الاول بدونها، يعني ناخد دي كده كوبي كات ونشوف اللي هيظهر هنا. هتلاقي نفس الريزلت بالظبط، بس الفكره ان هو مرجع لك هنا بقى ايه في كل واحده افريج بالانس وافريج وتوتال بالانس، واخد بالك؟ يعني مثلا في تكساس مثلا، لو بصينا هنا على تكساس هنلاقي ان فيها 30 واحد، 30 اكونت عندي من تكساس، الافرج البالانس بتاعهم 26000، والتوتال بالانس بتاع الناس في تكساس 2782000 وشويه. طب انا عايز بقى ال 30 واحد دولت اعرف اساميهم والحسابات بتاعتهم، فهقوم هنا ضايف اللي انا كنت ايه ضايفه حالا، اللي هو هقول له هنا هات لي بقى التوب اكونتس، وهات لي التوب هيتس بتاعتي. التوب هيتس دي كيورد هو اللي عاملها، واقول له السورس بقى. فاكرين السورس؟ خليني بس سيلكت انكلودز اسم والبالانس. فانا اقول له هنا كده هتلاقي مثلا ايه، لو جينا هنا في الاجريجيشن هنلاقي تكساس، شايف تكساس اهي، الدوك كاونت 30، التوب اكاونتس هتلاقي فيه هنا الهيتس اهي، الهيت الفيرست نيم والبالانس، الفيرست نيم والبالانس، الفيرست نيم والبالانس، بعد كده هتلاقي الافرج بالانس والتوتال بالانس. دي كده تكساس. وصلت؟ انا عملت اجريجيشنز ولعبت براحتي. طيب ريسنتلي انا خش توب جديد، ريسنتلي الاسك سيرش قدم سبورت السيكوال، سيكوال لايك كويري. فالفكره ازاي ان انت ده تقريبا في فيرجن 7، الفكره كلها ان انت بتقدر تبعت سيكوال كويري وهو هيتصرف. فانا ببوست على انت بوينت اسمها اندرسكور سيكوال، واقول له الفورمات تكست، واقول له الكويري بتاعتي كده سيلكت اسيرس فروم بانك، البنك ده اللي هو الاندكس بتاعي. هتلاقي ان ده رجع لك حاجه تبلر كده شويه، شايفين المنظر؟ دي لسه جديده، يعني دي انا مثلا في حاجه صايعه قوي بصراحه هم عاملينها جامده قوي عجبتني، ان هم ممكن تبعت على بوست على اندرسكور سيكوال ترانزليت، ولما تبعت له الكويري دي يترانزليتها ليك ككويري الاسك سيرش. انت لو عندك مشكله ان انت تكتب الكويري بتاعت الاسك سيرش ممكن تكتبها سيكوال وهو ترانزليت ليك. انا مش عارف مدى الريلابيلتي بتاعتها، بس انا جربتها على كوري بسيطه زي كده لقيتها شغاله كويس. بس هو عموما انت بقى مع الوقت انت بتدرب نفسك انك انت تبقى عارف الجيسون فورمات بتاعه، وهو مش صعب يعني. وغالبا انت بتروح تدور دوكيومنتيشن لما تروح. نعم؟ ولا عاده انت بتروح بتدور في دوكيومنتيشن في الحاجات اللي انت بتعوزها، انت صعب قوي بالظبط الحاجات ده. لا صعب قوي تحفظ يا جماعه، انا الاجريجيشنز دي كل مره اجي اكتب اجريجيشنز بعاني شويه، انا بقعد الف في الكونشن كده في 5 6 صفحه عشان اعرف اكتب واحده، بنساها. انا مش قاعد افتكر التوب هيتس، ومش قاعد افتكر ان التوب هيتس لازم يبقى سورسز، وان انا بحط اجريجيشن جوه الاجريجيشن، انا مش هفتكر كل ده. الداتا تايبس، في داتا تايبس كتير قوي لو انت حابب، يعني لو انت مثلا بتماب حاجه في داتا تايبس بالعبيط هتكفي اغلب احتياجاتك.
وفي الغالب الاسك سيرش عن تجربه شخصيه في البرودكشن ليفل ريلايبل جدا جدا جدا، وبيراجع ريزلتس كويسه، وبيستحمل هيفي لود تقيل. بس هو بس عيبه ان هو ريسورس هانجري شويه. والعيب الثاني للاسك سيرش ان هو مش ما فيهوش سكيورتي باي ديفولت، وهما بيبيعوا حاجه اسمها اكس تاك عشان تضيف لك اوثنتيكيشن عليه. يعني اند بوينت دايما مفتوحه، الاسك سيرش اند بوينت مفتوحه، ان هو ما عندهوش سكيورتي زي يوزر نيم وباسورد وكده زي ستيك والداتابيز. فهم بيبيعوا الاكس باك دي عشان يدوك الاكسترا البينفيتس اللي انت محتاجها دايما، تمام. او الحال الثاني ان انت بتدخلها جوه الفي بي سي بتاعتك، جوه النتورك بتاعتك، وبتقفل عليها. لو انت عندك في بي سي في جوجل كلاود، فانت بتقفلها في البرايفت نتورك ومفيش حد بيأكسسها غير من جوه النتورك، وتدي لها رولز بقى المكنه المعينه اللي اكسسها. لكن هي باي ديفولت مش بتقفل، يعني انت لو فتحتها على اللود بالانسر مثلا بره الفاير وول خلاص هي فتحت. امازون عملوا حاجه كده هاكي فيها بيوزر نيم وباسورد لطيفه على اي دبليو اس ليفل، كانت لطيفه برده، كانت حركه لطيفه منه. في الاستيك كلاود بيدي اس سيرفيس لطيف جدا برده، وجوجل عنده اس سيرفيس، واي دبليو اس عنده اس سيرفيس، يعني الاستيك سيرش موجود في كل حته تقريبا، وايجر كمان.